بسم الله. خلصنا كده ريجستريشن، خلصنا الدايناميك ابديت والايجنج، تمام. طيب بصوا بقى، لما بتيجي الدي ان اس كلاينت تسجل نفسها جوه الدي ان اس سيرفر، بيتسجل لها ريكوردز في قاعده البيانات في الزون، كويس. الريكورد الدي ان اس سيرفر هيكريته للعناوين انواع كتير، الريكوردز دهيت في منها انواع كتير. بتسجل الماشين او العناوين بريكوردز من انواع مختلفه على حسب وظيفه الجهاز اللي بعت عناوينه. كل وظيفه، كل سيرفيس بيبقى ليها ريكورد. فلو الجهاز اللي جاي بيقوم بثلاث وظائف، هيتسجل له في قاعده البيانات ثلاثه ريكورد. كل ريكورد بيقول والله السيرفيس دي فلان اللي بيقدمها، السيرفيس دي فلان اللي بيقدمها، وكل ريكورد ليه نوع، تمام. فالريكورد اللي موجوده عندنا، عندنا حاجه اسمها الف ب، ريكورد اسمه هوست اي ريكورد. هوست ايه؟ الهوست ايه ريكورد دوت عباره عن ريكورد كل وظيفته ان هو عنده نيم بيوديه لاي بي. الهوست ايه ريكورد شايل نيم وشايل اي بي. لازمته في الحياه ان لما يجي له اسم يترجمه الاي بي. وبالتالي اي جهاز بيوصل بالدي ان اس، اي عناوين بتيجي للدي ان اس، لازم يتكريت لها هوست ريكورد. وبعد كده نشوف بقى هو الجهاز ده ليه خدمات معينه. ده الجهاز ده هو اللي شغال مسؤول عن الاوثنتيكيشن، يتكريت له ريكورد جديد. ده الجهاز ده بتاع الميل سيرفر، يتكريت له ريكورد جديد. ده الجهاز ده بتاع مش عارف ايه، يتكريت له ريكورد جديد، كويس. لكن اللي ملوش اي وظيفه خالص هو ليه ايه؟ هوست ريكورد. الهوست ريكورد ده اللي بيعبر عن الايه، نيم عشان اديله اي بي. في منه نوعين، هوست اي ريكورد ونوع اسمه هوست كواد اي. 4A قدامك دهيت، ده يخص اي بي فيرجن 6. هوست اي واحده بس، ده يخص اي بي فيرجن 4. والكلام ده من 2008 وهو شغال. هنا تلاقي عندك لو انا بكريت كده يقول لك عايز تكريت هوست اي ولا كواد اي 4A. كده انا بسجل ستاتيك. هنا هو سجل الدي سي هوست اي بالاي بي بتاعه الفوران، الكلاينت هوست اي بالاي بي بتاعه هو. اي جهاز عندك لازم يبقى ليه هوست اي ريكورد. حلو كده؟ ده نوع من انواع الريكورد. النوع الثاني نوع اسمه بوينتر ريكورد. والبوينتر ريكورد بي تي ار. البوينتر ريكورد ده بيبقى مهمته عكس مهمه الهوست اي ريكورد. هي مهمه الهوست ايه؟ ده نيم ودي اي بي. حلو. البوينتر اي بي ودي نيم، ياخد اي بي منك ودي نيم، يدي لك نيم. فعشان كده هو بيعمل عمليه الايه؟ العكسيه. ما هو انت خلي بالك تلاقي ان الزون عندك فورورد لوك اب زونز وريفيرس لوك اب زونز. الفورورد للامام تدي له نيم يديك اي بي، الريفيرس عكسي تدي له اي بي يديك نيم، كويس. بس هي النقطة عندنا ايه؟ ان في الفورورد باي ديفولت بيتكريت الزون بتاعت الدومين اهي اسلام دوت نت. احنا ما كريتناش حاجة خالص. انما الريفرس الديفولت ان هي بتبقى فاضية. عايز تستخدم المهمة بتاعت البوينتر ريكورد، يبقى لازم تكريت هنا مسبقا زون وتبدا الناس تسجل جواها اي بي لنيم وبعد كده بشتغل، تمام؟ تعال بص،
انا هاجي هنا وهعمل كليك يمين على الريفرس لوك اب زونز دهيت وهقول له نيو زون وهقول له نيكست يقول لي النوع ايه قلنا لك ليه في مره قدام ما تشغلش بالك ما تشغلش بالك كل بس اللي انت محتاج تضيفه هنا هندرس الحاجات اللي فاتت ديت ان انت تحط له هنا النتورك اي دي بتاع الشبكه النتورك اي دي بتاع الشبكه كام اول ثلاث خانات صح مش دول خانات الشبكه الاوكت بتاعه الشبكه ايوه بس مش دول بتوع الشبكه نيكست نيكست فينيش عملنا زون اهيت عشان نسجل الايه الريفرس البوينتر ريكوردز فيها تعالى فوق الناس دي اتسجلت صح بص لما افتح مثلا الهوست ريكورد بتاع الدي سي تلاقي تحت فيه ابديت اسوشيت بوينتر ريكورد لان هو لما كان جاي يتسجل ما كانش فيه ريفرس زون وبالتالي ما سجلش بوينتر فاتعمل له هوست بس انا ممكن اجي هنا واقول له لا ابقى ابديت البوينتر لان عملناها خلاص وهقول له اوكي طب والكلاينت تلاقي الكلاينت باي ديفولت ايه معموله له تعالى بقى هنا واعمل لي ريفرش كده جاب لك اهوت بتاع مين بتاع الدي سي واللي هناك اول ما يكونكت على الدي سي او ريستارت هيجي برضه يعني هنا اصبح عندي ريكورد لمين للدي سي بس عكس الهوست اي بي بنيم نوعه ايه بوينتر بص بقى لما اجي انا هنا واقول له سي ام دي واقول له ان اس لوك اب مسافه الاي بي كام 192 168 1 200 ايه ده ده اي بي بيبعت لنا رسائل للشبكه عن طريق اكيد في فيروس عليه ولا حاجه وعامل مشاكل وعايزين نجيب الجهاز اللي شايل الاي بي ده عشان خاطر نقدر ايه نعمل له سكان او نشوف مشكلته ايه هو انت لما تجيب النيم هتعرف الجهاز ما احنا بقى استراتيجيه الاسماء مسميين الاجهزه باسماء تعبر عن مواقعها اي تي داش محمد اوضه الاي تي هات الجهاز بتاع محمد كويس فعشان اجيب النيم الامر بتاعه ان اس لوك اب احط الاي بي لما اقول له انتر يجي تحت يقول لي ايه والله النيم دي سي دوت اسلام دوت نت عمره ما كان يعرف يجيب لي النيم لو ما كانش فيه عنده ريفرس زون فيها بوينتر ريكورد للاي بي ده يعني لما اجي هنا مثلا واقول له ان اس لوك اب لواحد كام احنا عندنا 51 51 اتعمل له ريكورد ولا لسه لا. مش عارف تعال نشوف كده كانت فايند ما اعرفش مين ده لان لسه ما وجدتش ليه ايه ريكورد بوينتر ريكورد تمام كده وده النوع الثاني اسمه ايه اسمه بوينتر ريكورد النوع الثالث عندك حاجه اسمها ان اس نيم سيرفيس ايه النيم سيرفيس دي او النيم سيرفر دي بيبقى ريكورد موجود في قاعه البيانات مخصوص للاجهزه اللي بتقدم خدمه الدي ان اس بنعمل لها ريكورد ان اس يعني لو الشبكه بتاعتي فيها اكتر من جهاز بيقدم خدمه الدي ان اس هيبقى عندي ريكورد لكل جهاز فيهم نوعه ان اس فلما تفتح قاعده البيانات وتلاقي فيها 3 ريكورد ان اس تعرف ان انت عندك في الدومين او في الشبكه بتاعتك في كام دي ان اس سيرفر 3 هو مخصوص لكده فلما تيجي هنا تبص في قاعده البيانات بتاعتنا في كام ان اس ريكورد 3 ليه يا عم هو واحد بس نيم سيرفر اسمه ايه دي سي دوت اسلام دوت نت ممكن اعمل واحد تاني ممكن تعمل واحد تاني وتالت ورابع وده هنعمله وهتلاقي عندك اكتر من ان اس موجود واضح كام ولا لا الريكورد الرابع فيه ريكورد اسمه سي نيم او يقولوا عليه الياس نيم الالياس نيم بيبقى ايه بيبقى ريكورد مهمته انه يشاور
على جهاز عنده في الداتابيز باسم مختلف. يعني ايه؟ يعني انا لما احب اوصل للدي سي بعمل ايه؟ بقوم جاي هنا كده وقايل له بنج مسافه دي سي دوت اسلام دوت نت، جابوا لي باي بي فيرجن مش عارف ايه. طيب داش 4 نعم حلو كده. طيب ايه رايك ان الجهاز بتاعي دوت انا هرفع عليه ويب سايت، هنزل خدمه الاي اي اس وهعمل ويب سايت، يعني الجهاز ده هيبقى ويب سيرفر من الاخر. الناس اللي موجوده لما تحب تاكسس الويب سايت ده بتعمل ايه؟ بتفتح الاكسبلورر وتكتب فوق ايه؟ لا ده المفروض ده يتكتب اي بي الجهاز اللي هو 192.168.200. كويس كده؟ مش هنحفظ الاي بيهات، اسم الجهاز والدي ان اس يجيب لك الاي بي، فهتكتب ايه؟ اتش تي تي بي دي سي دوت اسلام دوت نت، يروح على الدي ان اس يشوف الدي سي عنده اي بي وكام يديهولك توصل. طب هي الناس مش بتوصل كده، يعني الناس المتعارف ان محدش بيوصل للويب سايت باسم الويب سيرفر، امال بيوصلوا بايه؟ كله بيقول www.islam.net www.yahoo.com www.facebook.com، صح كده؟ قال لك سهله، الجهاز اللي شغال ويب سيرفر هنسميه www في الداتابيز. فلما تيجي للداتابيز تقول له انا عايز www.islam.net يقول لك اهو، ويدي لك بتاع مين؟ الويب سيرفر. ده عشان يتعمل لازم حضرتك تكون مسبقا عامل ريكورد من النوع الياس او السي نيم باسم www وتشاور بيه على الويب سيرفر بتاعك. فهاجي هنا رايت كليك واقول له نيو الياس او سي نيم، يقول لي الاسم هيبقى ايه؟ اقول له والله www. بص هو من غير ما يسالك بيضيف الايه؟ بيضيف اسم الزون. الدوت الاخيره دي اللي هي ياه، ده الدوت ديت موضوع كبير، لسه المره اللي جايه تعرفها. كويس، ده كويس انك لمحتها الدوت دي. ده حاجه خطيره يعني، اسمها روت. المهم انت كتبت هنا النيم من غير ما يسالك، هو قام لازق الايه؟ السافكس بتاعه اللي هو الزون اسلام دوت نت، لان انت بتكريت الريكورد ده جوه الزون اللي اسمها ايه؟ اسلام دوت نت. تمام معايا؟ يقول لي طيب ايه بقى الاسم اللي النيم اللي انت عامله ده هيشاور عليه؟ الفولي كواليفايد دومين نيم التارجت هوست بقى اللي هو دي سي دوت. هقول له براوز فهيبراوز مين؟ هيجيب لك الفورورد زونز، والزون اهي اسلام دوت نت. هات لي بقى الجهاز، ما انت هتشاور على جهاز موجود في قاعده البيانات. حلو، هقول له والله ده انا هشاور بيه على مثلا الدي سي، يبقى www.islam.net بيشاور على الدي سي .islam.net، وهقول له اوكي. لو عملنا موقع كده بقى، لما تيجي انت هنا وتقول له بنج مسافه www.islam.net الله، هو عمل ايه كده؟ هو عمل حاجتين، دخل على www، لان www بيشاور على مين؟ على الدي سي، راح للدي سي لقى الدي سي الاي بي بتاعه 1200. يعني معنى كده ان الدومين او الزون اللي اسمها ياهو دوت كوم اللي عندي ياهو هناك فيها ريكورد الياس www بيشاور على الويب سيرفر اللي عندهم، اسمه ايه؟ ما اعرفش بقى ايا كان اسمه. بقوا في نت ناصل؟ مفيش نت ناصل. هنوصله وهوريه لك دلوقتي. طب هاتوا كده معلش برضه عشان اوقف التسجيل. اوقف التسجيل ثانيه واحده. بص لما اجي انا هنا واقول له بينج على مين؟ www.yahoo.com انتر، يقول لي بص بقى ركز معايا كده، شايف؟ هو ده اللي ده هو اسم الدي ان اس سيرفر، اسم الويب سيرفر عند ياهو. انت دخلت له مين؟ الدي سي بتاعنا دي سي دوت اسلام دوت. ايوه زي الدي سي دوت اسلام دوت. ما هو انا هنا لما قلت له بنج على www قال لي ايه؟ انت كده بتبنج على الدي سي دوت اسلام دوت نت. هو هنا لما قلت له بنج على www ياهو قال لي انت بتبنج على دي سي داش اي يو داش اف بي 3 دوت 1 دوت بي دوت ياهو دوت كوم، حاجات كده هيصه ورا بعضها. ده اهو الويب سيرفر اللي هناك.
هو مجيب لي الاي بي بتاعه اهو. طب ما احنا عايزين نحاول نخش كده بالاي بي بتاعه في الـ في الـ ايه المشكله؟ لا انا عادي خالص. بيرضى؟ ايوه طبعا تتهرب. لا انا جيت اجربها في مره معاه يا راجل. الا في الايام اللي كانت واقعه بس يعني انت عارف الموضوع كنت كاتب هنشوف. لا يا عم حاجه ايه المشكله يعني؟ لا 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 اتصور خلي بالك انا ما كنتش بقى بكتب ال اتش تي تي بي دي ولا اتش تي بي برضه. لا هوريها دلوقتي من غير وياه يعني عادي. لا والله لا ما انا جربتها احيانا بتيجي واحيانا لا. الاوقات اللي هو البيج مش عارف فاهم كان مشكله ايا كان يعني. تعال نخش على جوجل تعال نجيب لك 8 4 8 تعال بنج على اي حاجه جوجل دبليو دبليو فتحه خد بالك دوت هوت ميل دوت كوم اسم الجهاز اللي في هوت ميل ديسباتش دوت مش عارف ايه دوت ايه دوت ايه عارف ضيق قوي هات البتاع ده اهو تعالى ارزع هنا بيبدا يتحول اوتوماتيك يشتغل هيشتغل كل حاجه تشتغل مفيش مشكله كويس. المهم ده اسمه ايه بقى؟ الياس نيم. التسجيل شغال ولا مش شغال؟ ايوه مش شغال اهو. كويس كده. ده اسمه ايه؟ نوع ريكورد اسمه الياس او سنين بدلع بيه جهاز. طيب النوع كده 1 2 3 4 النوع الخامس لو عندك ميل سيرفر في الشبكه والناس رايحين للدي ان اس يسالوه عن النيم سيرفر عن الميل سيرفر ده الدي ان اس بيعرف اللي شغال ميل سيرفر عن طريق نوع ريكورد اسمه ام اكس ميل اكستشينجر يلاقي عنده ريكورد ام اكس بيشاور على جهاز معين على طول نعرف ان الجهاز ده شغال اكستشينجر او ميل سيرفر. طب عايز ايه الاي بي بتاعه؟ هو الجهاز دوت اصلا اول ما دخل ليه ايه؟ ليه هوست إيه ريكورد؟ اروح على الهوست اجيب الاي بي بتاعه. فعندك هنا حاجه اسمها ميل اكستشينجر اديني الايه؟ التشايلد او الاسم بتاعه واديني بيشاور على مين عشان نقدر نوصل. طبعا منزلين خدمه الاكستشينج مثلا او اي ميل سيرفر عندك. النوع السادس نوع اسمه بقى ايه؟ اس ار في او سيرفيس لوكيشن ودي بقى مهمه قوي. السيرفيس لوكيشن بيبقى ريكورد بيقول الخدمه ده اهي فلان اللي شايلها. فمثلا لما بتيجي تعمل عمليه اوثنتيكيشن البروتوكول اللي مسؤول عن عمليه الاوثنتيكيشن اسمه كيربوس. التنين ذات مش عارف في ثلاث رؤوس ولا ايه. كويس؟ الكيربروس ده مين اللي مسؤول عنه؟ تلاقي فيه ريكورد عندك نوع الريكورد اس ار في سيرفيس لوكيشن بيقول ان الكيربروس ده اللي شايله فلان وتلاقيه كاتب اسم الدومين كنترولر. ومعنى كده ان انت لما بتروح للدي ان اس علشان توثنتيكيت وتساله عن بتاع الاوثنتيكيشن بيدخل الدي ان اس القاعده البيانات بتاعته يدور على الريكورد اللي شايل البروتوكول اللي اسمه كيربروس فيلاقيه ان هو بيقول ان الدي سي هو اللي شايله فيروح بعد كده على مين؟ على الهوست ايه بتاع الدي سي يجيب الاي بي يديه لك تروح توثنتيكيت. زي برضه حاجه اسمها جي سي جلوبال كاتالوج ده لما اي حد بيحب ياكسس اي ريسورس في الشبكه علشان ما يتسالش انت مين لازم يروح للجلوبال كاتالوج ويجيب منه حاجه اسمها سيرفيس تيكت. هيعرفوا منين؟ ما الجلوبال كاتالوج ده ممكن يكون الجهاز ده دومين كنترولر ده او اي دومين كنترولر في الفورست كلها. اعرفه منين برضه؟ تعرفه من الدي ان اس. لما بتسال الدي ان اس يلاقي عنده ريكورد نوعه سيرفيس لوكيشن اسمه جي سي بيشاور على الجهاز اللي شغال جلوبال كاتالوج.
لما تحب تسيرش جوه الاكتف دايركتري بتستخدم بروتوكول اسمه اللي داب. مين اللي مسؤول عنه؟ تلاقيه مديلك عنوان اللي شايل البروتوكول ده اللي هو الدومين كنترولر بيضيفه. فانت لو جيت هنا عشان تشوف الدومين اللي انا فيه دلوقتي حالا مين اللي شغال فيه الخدمات دي كلها، لو رحت على سايتس ديفولت فيرست سايت تي سي بي يقول لك والله انا عندي جي سي، نوع الريكورد ايه؟ سيرفيس لوكيشن اس ار بي، ومين اللي مسؤول عنه؟ دي سي دوت اسلام دوت نت. الكيربروس ده بتاع الاوثنتيكيشن، مين المسؤول عنه؟ دي سي وسيرفيس لوكيشن. اللي داب سيرفيس لوكيشن دي سي. كويس كده؟ رايك لما واحد يجي لك ويقول لك انا عندي مشكله، ان ودي كانت مشكله كانت هنا اتصلوا بيا وقالوا والله المشكله عندنا ان احنا عندنا جهاز اشتريناه جديد، والجهاز ده هو بنحاول نعمل له جوين الدومين ما بيقبلش مطلقا. معناه كنت انا اللي مركب لهم الشبكه بتاعتهم وجهز لهم الدومين والدي اس بي الدي ان اس والراس وكل الكلام ده كله مجهزه لهم وكل حاجه تمام والاجهزه داخله في ده كله تمام مش اي مشكله. كويس؟ اتصلوا بعد شهر كده قالوا ما جبنا جهاز جديد مش راضي يخش الدومين. يلا يا عم انا رايح دلوقتي احل المشكله. اولا هتعمل لي بنج من الجهاز، انت عشان تخش الدومين لازم يكون فيزيكال ولوجيكال كونكشن ما بينك وما بين مين؟ الدومين كنترولر والدي ان اس سيرفر لو كان جهاز تاني. فتبنج على الاثنين تلاقي العامله زي الفل، يعني الكونكشن زي الفل مفيش اي مشكله. تيجي تجوين الدومين تكتب اسم الدومين وتقول له اوكي عشان يقول لك انت مين، مفيش خالص. بتشاور على الدي ان اس اللي هو في الدي ان اس سيرفر حاطط الاي بي بتاعه موجود، موجود وزي الفل مفيش اي مشكله. المهم هتلف هتلف طلعت المشكله فين بقى يا ريس؟ وانت بتجوين الدومين انت بتعمل عمليه اوثنتيكيشن بالاكونت اللي مسموح له انه يعمل لك جوين الدومين. هو انت باللوكال اكونت تقدر تجوين دومين؟ لا، انت هتجوين باكونت في الدومين مسموح له تعمل جوين. الجهاز الجديد ده الاكونت يعني مفتوح عليه مش مسموح له؟ لا طبعا، ده انت لما تيجي تجوين الدومين لازم يطلع لك بوكس يقول لك يوزر وباسورد، ادي له يوزر وباسورد في الدومين مسموح لهم يعملوا لي جوين الدومين، صح كده؟ انا هنا بعمل ايه؟ اوثنتيكيشن، صح؟ طيب هاوثنتيكيت منين؟ من قاعده البيانات بتاعه الدومين اللي انت عايز تجوين ليه. سام ايه؟ لا ما في الحاله الاولانيه اللي هي بتاعت المشكله، ده في الحاله انت داخل على الجهاز من بره خالص. لا انا دلوقتي هجوين، قلت له تشينج، طلعت من اوركو جروب لدومين كتبت له اسلام دوت نت انتر، هيطلع يقول لك انت مين؟ اكتب له حساب مين؟ حساب موجود في الداتا بيس هناك. كويس كده؟ فلازم لما اوصل للدي ان اس اعرف منه مين اللي مسؤول عن الاوثنتيكيشن عشان لما اكتب اليوزر باسورد اعرف ابعتهم له. لو الدي ان اس ما عرفنيش مين الاوثنتيكيتد سيرفر مش هعرف اوصل. طب الدي ان اس نفسه بيعرف منين الاوثنتيكيتد سيرفر ده؟ عن طريق البروتوكول اسمه كيربروس اللي عنده يشوف مين اللي شايله. تدخل يا ريس على المكان اللي فيه الكيربروس تلاقي ده محذوف. ايه اللي حذف؟ هو ما تسالنيش ما اعرفش. المهم حد بيلعب حد مش عارف ايه، المهم ان الريكورد ده ايه اتحذف. الشركه ما كانش السكيورتي بتاعها عالي يعني كان كله شغال. كله ليه فول اكسس على كل حاجه. المهم ده محذوف وبناء عليه جهاز لما يجي جوين بيبعت لي الدي ان اس يقول له مين بقى اللي مسؤول عن الاوثنتيكيشن في الدومين ده. يخش الدي ان اس يدور ما اعرفش تمام. حلو تمام كده؟ فتعمل مشكله فلازم يتواجد. يتواجد ازاي؟ رايت كليك واقول له انت عايز تعمل ايه؟ هوست ولا الياس ولا ميل اكسشينجر؟ لا ده ولا ده ولا ده، صح؟ انا عايز اعمل نيو ريكوردز حاجه ثانيه. ايه هو اللي انت عايز تعمله؟ اختار لي النوع. ده مش كيربروس ده النوع. النوع بتانية هل هو بوينتر؟ هل هو ميلكس تشينجر؟ هل هو هوست ايه؟ هل هو الياس؟ هل هو لا ولا ده ولا ده ولا ده.
ده اللي احنا عايزينه اس ار في او سيرفيس لوكيشن صح؟ كرييت الريكورد. يقول لي طيب الدوم بتاعنا اهو ماشي، الريكورد ده هيشيل انهي سيرفيس؟ اقول له هيشيل الكيربوس صح بقى؟ مش هو هيشاور على الكيربوس؟ طيب هيشيل على الكيربوس، الكيربوس بيستخدم ايه؟ بي سي بي ماشي. طيب بورت رقم كام؟ 88 ماشي. اديني اسم الجهاز اللي بيقدم الخدمه دي، اكتب له ايه؟ دي سي دوت اسلام دوت نت انتر خلاص خلصت المشكله وكان زي الفل كده وتاخد لك 5000 نقطه اهو. بهزر يا عم ده كلام. كويس كده؟ واضح؟ تمام. ها؟ في مشكله؟ كان وارد، كان وارد ان تكون المشكله ايه؟ ودي برضو ممكن تكون بتحصل. الواحد احيانا ما بقاش فاهم ايه اللي عنده. فبيكون جاي على الجهاز بتاعه زي ما هو متعود في البيت عنده، وجاي على عنوان الدي ان اس، والمعلم تلاقيه كاتب عنوان الدي ان اس بتاع تي اي داتا عشان يقدر يطلع انترنت. كويس؟ مش يعرف. ما هو بالشكل لو ما يبقى بيشاور على الدي ان اس سيرفر بتاع الدومين الداخلي كده مش هيقدر يجيب ياهو دوت كوم ولا جوجل ولا دي، هناخدها احنا المره اللي جايه. كويس كده؟ فيقوم هو مغير كده وجاي هنا عشان يعرف يطلع انترنت. يقوم رازع واحد. ويقوم رازع واحد فكده اصبحت في مشكله كبيره خالص. ان انت اصلا مش قادر تروح للدي ان اس سيرفر المسؤول عن الدومين ده. بيسموه الاسرتيتف دي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر الموثوق للدومين ده اللي هو بيخدم على اسلام دوت نت ده. مش قادر توصل له اصلا. مع ان انت لما تيجي تعمل بنج على الاي بي بتاعه ايه اللي يحصل؟ موجود زي ما انت بتبنج على الاي بي. تمام؟ لكن طبعا انت لو عملت بنج على الفولي كواليفايد ومن مش هتجيبه هتعرف. فعشان كده لازم تبقى انت في دماغك كده موضوع ترابل شوتنج، ابنج على ايه وما بنجش على ايه. طب البنج لما بنج على الفولي كواليفايد دومين نيم وما يعملش بنج يبقى المشكله فين؟ طب لما بنج على النت بايظ ويعمل بنج، الله يبقى في حاجه. ايه هي؟ مش قادر اوصل للدي ان اس او مفيش دي ان اس. طب الدي ان اس اصلا مشاور عليه ولا لا؟ فاشوف وشويه. كويس كده؟ فوارد كل ديت مشاكل تكون ايه؟ تكون موجوده، وكل ده برضه بيلف في اطار الايه؟ في اطار الدي ان اس. تمام كده؟ فده ريكورد اسمه ايه؟ اسمه سيرفيس لوكيشن. الريكورد الاخير اللي هنتكلم عنه ريكورد اسمه سوا او ستارت اوف اوثوريتي. بصوا وده ريكورد مهم جدا وان كنا مش هنتكلم عليه دلوقتي. اهو سوا ريكورد ستارت اوف اوثوريتي. ممكن تفتح الريكورد ده من هنا وبيشيل شويه معلومات مهمه هنتكلم عليها قدام شويه، او انك تجيب خصائص الزون وتلاقي فوق ستارت اوف اوثوريتي. بيعمل ايه وبيخلي ايه؟ هنتكلم عنه قدام شويه. كويس كده؟ ودي انواع الريكوردز اللي انت هتتعامل معاها. تمام واضح الكلام؟ في اي مشكله؟